شيخ سعد اشتقنا لك. انا كمان اشتقت لكم. فيي وجه كلام على الكاميرا؟ اكيد تفضل. اشتقت لكم، اشتقت للبنان، اشتقت لاهالي بيروت، اشتقت ل 14 اذار. بوسكم حبايبي. انا اكيد انه هني كمان اشتقوا لك. شيخ سعد حب اسالك، هل حضرتك داعم للمظاهرات وقطع الطرقات اللي عم بيقوموا فيها مناصري الشيخ احمد الاسير؟ طبعا طبعا داعمها، مش بس معنويا، ماديا كمان. ماديا كمان؟ ماديا طبعا، عم ببعث له بواخر دواليب لقطع الطرقات. لانه ما حدا ستنا الكريمه حيخلصنا من سلاح الحزب الا الدواليب. ايدي عندك ستنا الكريمه، عندك برجستن 1 ضد زلزال 1، والدنلوب ضد خيبر، والمشلن ضد رعد. يعني الله يطمنك على الخبريه شيخ سعد. طب حضرتك انت راجع على لبنان؟ بك شي دخلك؟ انت مطشطشه؟ شو الصحفيه ما عم تسمعي اخبار؟ ما عرفتي انه السعوديه عم بتحذر رعاياها من السفر الى لبنان؟ اشتقت لكم حبايبي، اي لاف يو.